ارحمهم ولا نبداو سواء اليوم سواء غدا ارحمهم ولا نبداو. هاد الفئة الاخوان ديالنا هو واحد ملف ولا ملف اجتماعي، خاصة الاخوان خاصة الاطراف كلهم تدخل، لا سيد رئيس الجامعة الضربية ولا مسؤولين الجامعة بالجهة الضربية الصاد خاصهم يتدخلوا باش يلقاو واحد الحلول ناجعة لهاد الاخوان ديالنا ديال عمال النظافة. هاد العمال اللي كانوا كيزاولوا قبل لا يجوا للشركات تدمير المفوض داخل مدينة الضربية، وعطاو الحياة ديالهم وعطاو الوقت ديالهم وهما كذلك الكفاءة ديالهم التجربة ديالهم باش هاد داروا الديماراج هاد الشركات ديال قطاع النظافة، ولكن في الأخير تفاجؤوا وقسوهم واحد 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 الطريقة اللي لا ترقق إلى هذه الخدمات اللي قدموها الإخوان ديالنا لمدينة الضربية والساكنين ديال الضربية والحياة ديالهم. كتعدم واحد المنحة اللي كان كيواجهوا بها الحياة ديالهم والأسر ديالهم، وخذوا بها قروض، خذوا بها مسائل ديال السكن، خذوا بها قروض ديال المنزلية، كيقربوا وليداتهم وكيبداو يساعدوا معهم ظروف الحياة الأسرية، ولكن في الأخير تحيدت تزولت لهم هذيك المنحة اللي ولات عالة، ولا كيعيشوا واحد الأوضاع مأساوية وحياة اجتماعية مزرية. الأكثرية ولا متابعين مهددين بالشيكات، مهددين بالقروض، وما عندهم من يعوض لك المسائل، لأن الأجر ديالهم واحد اللي كان هي ديك المنحة اللي كانت دارت واحد التوازن في الأجر ديالو، كان كياخذوها 16 عام. دابا كنطالبوا من السيد الرئيس، درنا مجموعة ديال السلسلة ديال الإضرابات واحتجاجات ووقفات، كنطالبوا من السيد الرئيس باش يفتح واحد الحوار جاد ومسؤول واستجابة حقيقية للمطالب العادلة المشروعة لهاد الإخوان ديالنا اللي كيعيشوا واحد المأساة، وهذا ملف راه ملف اجتماعي، لأن الإخوان عطاو الحياة ديالهم وعطاو الدم ديالهم وعطاو الوقت ديالهم لمدينة الدار البيضاء وسكن الدار البيضاء وهذا المرفق الهام ديال النظافة. الأكثرية الأكثرية هذه الأمراض مهنية وهذين الظروف ديالهم معيشة مع الأسر ديالهم، ودابا مقبلين على رمضان الكريم وعيد الأضحى، فالإخوان راه ما كاين كيما عندهم هذه الأمور ديال المضحية ديالهم مزرية. كنطالبوا من السيد الرئيس باش يفتح حوار وينفذ الوعود اللي كانت قبل حالة الطوارئ، وهي أجل التعويض ديالهم على أيامات العمل اللي قداو داخل هذا المرفق الهام، وهي 16 سنة ولا 18 سنة ديال العمل، باش يكون واحد التعويض كما كانوا اتفقوا علينا ويتعهدوا بهذاك الشيء اللي اتفقوا، ولا ما في حالة لا ما كانش واحد الحوار وما التزموش بهذاك الشيء غيكون واحد الاعتصام آخر وغيكون واحد النضال، وحنا مستمرين في النضال حتى تحقيق المطالب ديالهم العادلة والمشروعة، ولا جزء من الراتب الأساسي ديالهم من الشهر 16 عام وكيتقاضى وبنى عليه الحياة ديالو والمستقبل ديالو وخدا عليه كريدي في الأبناك. كريدي ديال السكن، كريدي ديال المنزل، كريدي ديال حاجه. دابا من تحيد ما لقى باش يسدد هذاك الديون، ما عنده باش يسدد الديون، دابا ولا الله الله، فهمتي؟ هذا الشيء اللي خاص الرئيس ينتبه لهذه الفكره، وهذا ملف ولا اجتماعي، خاص جميع الاطراف تدخل باش يلقى واحد الحل ايجابي لهاد الناس باش ينتبهوا لهم. احنا ناس كنا في الجماعه، من النهار الاول كنا في الجماعه ضاربين شي 2004 حولونا هاد الناس ما سولوناش واش تبغيتي هنا ولا هنا، هزونا دونا كين قال لك عندك واحد البريم تحسن به مستقبلك وداك الشيء، دخلنا حنايا خدمنا وكنا خدامين الى 2017 اللي تنسمعوا بان هاد الناس غادي يرجعونا وغيكون تعويض. كاين حنا كاين اللي بنادم ديك ما بين 2004 و 2017 بنادم راه خدا دار دار سكنه ودار دار حنا دخل ولادو للمدرسه احسن الظروف تا هو المعيشيه ديالو بنا مستقبل على هادي الا يوم وجا المرحله الانتقاليه وعدونا وقالنا خدموا معنا تتوقف المرحله هذا راه منهم السي حدادي وداك الشيء وقفوا معنا وقفنا تا نجحوا المرحله الانتقاليه بينا ما كانت لا اليات لا والو طعنونا زعما حنا تعاملنا معاهم بصدق حنا تيقولوا لنا التعويض الان ما كاين والو انا بعدا من الناس اللي محبوسه ليا بداك الكريدي اللي تخيل تحبسات ليا الخلصه ديالي دابا الان ما تنتخلص لا فلوس الجامعه لا هذه يلاه تيديوهم الكريدي حاكمين عليا ب 16 مليون خاصني نخلصها دابا ما تنتخلص خاصها تجمع في البنكه وتدوز الان ما تناخذ حتى ريال من البنكه فلوسي ديال الجامعه ما تناخذهاش انا ولادي حيدتهم من المدرسه كنت نخلص عليهم ما بقيتش قادر نخلص كاين اللي الناس دابا الدار غادي تمشي ليه كاين بزاف وهاد الناس بالوعود ديالهم كاذبه المطالب ديالنا حنا بغينا داكشي اللي داروا معنا هما التعويض ديالنا وهذا في قانون الدستور 2014
دستور نهار 31 في المادة 86 تقول لك بنادم اللي خدم 3 سنين تبقى ليه الامتيازات ديالو. هذا عندهم امتيازات ديالنا دابا خاصها تبقى لنا. حيدتونا ما كاينينش، رجعوا لنا الامتيازات ديالنا. هما الوعد ديالهم وداك الشيء. هذه نهضروا ان هذا الشيء الناس زعما على تنشوف زعما في ارض الواقع هذا الشيء راه ما كاينش.